السلام عليكم متابعين قناه الطبخ مع عزيز العبدي. كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. نتمنى نلقاكم صحه جيده في احسن الاحوال. كيف دايرين؟ كنشكر جميع الاخوان والاخوات من ارض الوطن وخارج ارض الوطن وعلى التفاعل الدائم ديالكم مع القناه. الله يحفظكم والله يكبر بكم والله ييسر اموركم كاملين بدون استثناء. امازيغ تحيه لكم، الجنوب تحيه لكم، الشمال تحيه لكم، ناس الريف تحيه لكم. والمغرب هو هذا، من طنجة حتى للكويره. مرحبا والف مرحبا للجميع. باش ان شاء الله غادي ندخلوا على فيديو جديد. هذا الفيديو صورته يعني بعد الوفاه ديال الام ديالي الله يرحمها، يرحم جميع اموات المسلمين. فيديو بسيط على قد الحال، الله يثبت الغرس والله يكمل بخير. كيف كنقولوا هذا وحال الدنيا، شي فرحان وشي فقعان، الله ما مقادهاش. والله يرزقنا ويرزقكم الصبر، والله ييسر الامور جميع الوليدات والبنيات اللي فرحانين بهم والديهم. راه حنا عندنا وليداتنا وحنا دازنا فرحانين بهم وفرحنا معنا الناس. وقلت لكم راه هذا وحال الدنيا، الحي ابقى من الميت، ولا اله الا الله محمد رسول الله. الدنيا راه ما غاداش توقف، وراه غادا يعني الحمد لله على نعمة الصبر اللي عطانا السيد ربي. الحمد لله والشكر لله، لولا ما كانش هذه القدرة ديال الصبر ما كان غيكون والو. ودابا ان شاء الله باش غادي استأنفت قلت لكم العمل ديالي، لان عندي مسؤولية ما يمكنش لي غادي نريح. خدمة بسيطة خدمتها، وانتم ان شاء الله على الأجواء ديالها. العرس راه فات، المقدمة راني هانتوما باش كنشوفو فين دايرها. ومرحبا بكم. هذه هي الأجواء المرة كيفما كتشاهدوا، هذه هي منطقة عبدة، سيسون تبارك الله. نتمنى الاجواء عندنا تنال اعجابكم وترضيكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا والف مرحبا بالجميع. ودار العرسيه هذه والعلام واقف حدا بيت الله المسجد. ومرحبا بكم. كيف كتشاهدوا دابا الدجاج عندنا هو هذا، عندنا 60 طير اليوم. بالنسبه للعطريه راني جمعتها تبارك الله على اللاتوريه. دابا ان شاء الله باش غادي نشرملو الدجاج، درت غير السبيسه وسميتو الكبابه وحبه الهيل، يعني نقولوا قعقله، سكنجبير، سمن حار، خرقوم بلدي، السمن قلنا حار، الثومه، الربيع والبزار وشويه الهريسه. هذه هي العطريه ديال الدجاج. دابا بنت حمري هي كتدخل في العطريه الدجاج كيف ما كتشاهدوا مزيان. راني وريتكم الطريقه وكنفرعوا ليه دوك الصدوره ديالته باش تدخل ليه العطريه ويهشاش الدجاج. من الاحسن يكون مميان، ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش رقيق بزاف باش تدخل ليه العطريه ويطيب هشيش. ومرحبا بكم في قناه خوكم عزيز العبدي. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا الدجاج هو كملناه في الشرميل ديالو، جوج طناجر اخرين هما يرديناهم يطيبوا كيف ما كتشاهدوا. وهذه الاجواء ديالنا وهاد بلاصه الخدمه ديالتنا كيف ما كتشاهدوا على قد الحال في العروبيه. عزيز عبدي اخوكم فين ما كتعدوا الخدمه كيخدم. ونتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. والله يحفظكم والله يضمنكم والله ييسر لكم الامور كاملين. هنا دابا بعد ما ردينا الدجاج ان شاء الله غادي نبداو نصوبو في اللحم. دابحين عجله هما جابوا لنا منها القياس، غناخذوا القياس ديال الطلبه هو الاول
وعاد نشوفوا القياس ديال الجماعه ان شاء الله. انا كنصاوب كل شيء الحمد لله، وكنظن يعني كنظن نقطع في الطياب. نطيب ديال الجماعه هو الاول، الطلبه والرجال الكبار، ومن بعد الناس يعني الاصدقاء ديال العريس والعائله. مرحباكم ومرحبا بكم ان شاء الله معنا. هنا انتم كيف ما كتشاهدون، خديت القياس ديال اللحم، كل طنجره درت فيها 10 طباصل، والشحمه نقيتها من اللحم باش ما تاخذش ليا المرقه. سيرتو الشحمه ديال الكلوه راه ما صالحاش للنصيب ديال اللحم حمار او فهمتوا، تجي مع المسمن مع الكسكسو ماشي مشكل، ولكن بالنسبه للحم لا. دابا ان شاء الله باش غادي نجمعوا لي العطريه. الدجاج دابا كيف ما كتشاهدوا حنا استفناه فوق الفرينات. بالنسبه للبصله ها هي نقيناها، دابا باش نغسلوها ان شاء الله ونقطعوها. القشاوش ديال الدجاج الكبده والقنصه والعناق هما تما يسلقناهم ان شاء الله باش غادي نقطعوهم. باش قطعناهم ان شاء الله حتى توجد غميره ورموهم فيها. نتمنوا الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا والف مرحبا بالجميع، والله يحفظكم والله يضمنكم والله ييسر اموركم. راه خدمه العبدي هو هذا، حالو حال الجوال، فين ما كان طرف الخبز الانسان راه كيقلب عليه. المهم كيف كيقولوا الناس اللوالا، الراجل كيف الفاس، فين ما هو لا يحفظ. انا ما كنتشرطش على الناس نقول لهم مثلا خصني نخدم شي بلاصه شي بيت شي مكازا شي كراج، لا، فين ما كانت الخدمه راه كننظف بلاصتي كننقيها. راه يعني شنو نقول لكم، حنا ما كنوريكمش الكواليس، كنوريكم ربما شي حاجه زوينه، ولكن راه الملي كتدخل كترش الماء كتشطب كتقاد الامور، تستف فرينات تستف الفورنوات، تغسل بزاف الحوايج، كدير بانيو ديال الغسيل بانيو ديال التشلال. المهم كتحاول تحط على شي حاجه اللي نقيه، واخا تشوفوا التراب وتشوفوا هذه، المهم راه حنا كنديب بانيو، يعني الانسان راه كيديب باني، راه العروبيه هي هذه، شنو بغينا نديرو. تما مساكره كيبغوا يفرحوا بوليداتهم وبنياتهم، والله يسهل عليكم كاملين، والله يحفظكم والله ييسر اموركم، وله لا يضيمكم. هذا الشيء اللي كنطلب لكم، ومرحبا بالجميع. هنا بالنسبه للعطريه ديال اللحم وهي كالتالي: الخرقوم بلدي، سكنجبير، شويه ديال القرفه، الابزار، هنا قعقله وبسيبيسه، والكبابه، عندي السمن، وعندي الضماد ديال الزعفران. ما جابوش لي الزعفران هاد الناس، انا ما كتبتش من العطريه غير المهم مقدينا بوحدهم، قال لك راه العطريه كاينه، جيت لعندهم. عروبيه ما غاديش تبقى تقلب على شي حوايج، المهم ماشي مشكل، الانسان راه كيديباني باش ما كان. والملح دائما كتبقى على حسب الذوق. والقزبر دابا غادي نطيبو غير بالقزبر، غادي نطحنو في المولينكس. هنا كي قلت لكم القزبر ان شاء الله باش غادي نطحنو في مولينكس، جابوه ليا مقطع مقطعينو دايرينو في الكونجيلاتور. دابا باش غادي نطحنو مزيان صافي ونخوي عليه. هنا كيف ما كتشاهدوا دابا انا جمعت العطريه ودرت فيها واحد شويه ديال الماء، ما درت الزيت. دابا ان شاء الله هنايا درت البصله، ها هي مشلضه، بعد المرات كنديرها غير كركوبه كيف ما كتشاهدوا. الدريه طحنوها فات منهم طحنوها ماشي مشكل. معايا اليوم بنت الحمري ومعايا بنت خويتي، تحيه لكم وليهم ومرحبا بالجميع. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا انا خويت عليه العطريه، غنمرمدو وسط الطنجره. يعني كي كنقولوا حنايا مثلا غادي باش يشرب ديك الاقامه ديالته بحال هكايا وسط الطنجره، ماشي غادي نبدا نغمس عاد نبدا نقلب، صافي مباشره بحال هكايا كتدخل لي ديك العطريه ديالته. شوفوا اللحم كيفاش داير، بهالطريقه صافي حتى كنكمل ان شاء الله. نرى الصبع قاتل ضاربو، صافي كنكمل ان شاء الله. ودابا غادي نشعل عليه الفرن يغلى، ومرحبا بكم. هنا بنت خويتي هي سيرة كتخرج في الدجاج، بعد ما غلا غتخرجوا غادي نديروا فيه الزيت العود. راه عندي يعني راكم عارفين الطريقه كيفاش. انا تحت الطلب ديال العديد من الاخوان والاخوات كيقول لك اودي يعني دوز معنا النهار كيف ما كان، واخا كيتعاود الفيديو، لان دائما كنقول لكم راه الناس هادشي اللي كيطيبوا راه ما يمكنش انا نفرض عليهم شي حاجه. المهم الا كانت عندي شي حاجه ماكله في الكوزينه راه كنحاول نجدد نواب بزاف الحوايج. وانتم راكم عرفتوا الظروف اللي مريت بها، يعني
المعاناة اللي عانيت في الفترة الأخيرة من جهة الأم ديالي الله يرحمها ويرحم والدينا ووالديكم، وكنشكر الناس كاملين اللي عزوني وساندوني ووقفوا معايا وأزروني، والله يخلف عليكم، من أصحاب القنوات، من المتتبعين، من العائلة، من ولاد القبيلة، من النساء اللي خدامات معايا، تما الله يخلف عليهم، وقفوا معايا وقفة رجل واحد، ردنا لكم وليهم ساعة الخير إن شاء الله، وهانتم معنا حتى الآخر في هذه المناسبة. ايوا هلا عبدي غيعمر البراد ديال اتاي على المقراش كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله. وهنا هو دار غداه، درت سميتو الحيمات، قطعتهم قطبان، دابا ان شاء الله باش غادي نخمرهم بشويه ديال شرملهم او نرقدهم، بمعنى شويه البصله، شويه القزبر والمعدنوس، وشويه العطريه غير الملح، شويه الكمون، البزار، وشويه الفلفله حمراء. صافي هادشي اللي باش غادي نرقدهم ان شاء الله، نعمر البراد ديالتي على الفاخر ونعمرهم في القطبان ونرجع نشويهم بلا ما نشربوا هاد الاقامه. ومرحبا بكم والف مرحبا، والطناجر ها هما راهما كيطيبوا، انا مسامحكم في حقي بنت خويتي لا تيلا بنت الحمر، انا مسامح لكم في الدجاج المحمد. بارك عليا هاد القصيبات والبراد ديالتي مشحر على الفاخر، ومرحبا بجميع المتتبعين، عاد خوكم عزيز العبدي. نسلم عليكم، وسلمت عليكم بنت خويتي هي وبنت الحمري، وقالت لكم وقولها لي متي اش غنقولها لهم انا؟ سهل عليكم، والله يحفظكم، والله يعاونكم، والله يعطيكم ما بغيت في خاطرك. امين. الله الا ديما يسولوا لك ولا يقول لك قدم تحيه لبنت خويتي الفنان لطيفه. الله يخليك. بنت خويتي سايره كتمسح في الميدا. ايوا الحمد لله على السلامة، وصافي هادشي اللي كنقولوا، ومرحبا بكم والف مرحبا. هنا بالنسبة للدجاج كيف ما كتشاهدوا ها هو طاب ان شاء الله. دابا باش غادي نشوفوا الاخرين راه ما مازال، وهنايا اللحم كيف ما كتشاهدوا. بزاف الناس كيقول لي مثلا خصك تبعد الطناجر من الحيط، راه كنقول لكم راه بعاد، راه كاين لي سباس، ها انتوما ها هو لي سباس، يعني راه كاين المسافة ديال البعد. هنا ان شاء الله باقي ما درتش الزيت العود، كنشحر الحيمات في العطريه. الثومه راني ما درتهاش، بزاف الاخوات كيقولوا لي الثومه مال واش ما درتيش الثومه، ملي كنكون داير القرفه ما كنديرش الثومه في اللحم، وإلا درت الثومه ما كنديرش القرفه في اللحم، يعني في كلتا الحالتين النصيب كيجي زوين. درتوه بالثومه الغيو القرفه، درتوه بالقرفه الغيو الثومه. ولا عندكم مثلا شي طرف ديال الليمون خضر ماشي مشكل، او العصير ديال الليمون البرتقال حتى هو ماشي مشكل، كيجي في اللحم روعه وكيعطي واحد النكهه خطيره وبنينه. ومرحبا والف مرحبا بالجميع في مطبخ عزيز العبدي، غير قبلوا عليا وصافي، والله الا اخوكم يعني انا شنو نقولوا، الارهاق 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 بزاف، راكم عارفين الظروف كي قلت لكم. الحمد لله على كل حال، وها انتم دابا هذه بالنسبه لي انا اول خدمه ليا من بعد الوفاه ديال الام ديالي الله يرحمها. دابا كيف ما كتشاهدوا انا بديت كنعمر في اتاي، درت الطبخه وخويت على تقريبا مقياس واحد كاس ونص ديال الماء، نخليها تطلق واحد شويه، وهانتوما معايا يعني طلق ديك السقوه الاولى. دابا تشوفوا ان شاء الله تتبعوا الطريقه ديال التعمار ديال الاتاي ديالي، وراه نتمنى غير تعجبكم ان شاء الله وتطرق لكم وتولي معتمده عندكم. هنا دابا بعد ما يعني طلقات، شوفوا كيفاش هذه هي السقوه هنا، بسم الله كنعاود تقريبا واحد جهد كاس لاروب ديال الماء، وكنحرك البراد بحال هكا، امين الحاج امين الحاج. وياه العبدي داير برادو في قبو وفين مرشق ليه كبو، ودير شيخاتو في جنبه، وفين هما الشيخات، انا معايا بنت خوتي. لا لا انتم طيبات محترمات الحمد لله. هذه راه العيطه غتغنات على القيد العيادي ديال قيد من القياد زمان الجميل، قالت لها
كي كيقول لها الماء، قالت لها الماء، قالت لها راه داير برادو في قبو وفين ما رشق ليه كبو، وداير شي خاتو في جنبو وفين ما رشق ليه جدبو. هادي ملي كانوا القياد قياد، وكانت الكلمه كلمه، وكانت الهيبه عند المخزن، وكانت والحمد لله حتى دابا راه باقي كل خير الحمد لله والشكر لله. والله يحفظنا ويحفظكم غير من امراض ومن اوبئه، وتبارك الله عليكم ومرحبا بكم. دابا باش غادي نديرو يتشحر هنا البراد، هو سير كيتشحر فوق الفاخر ان شاء الله، وتابعونا. شي واحد جاب الهديه، راه ما ملقاوه بالصغاريت، الله يكمل بخير. هنا دابا بعد ما تسحر ان شاء الله القصيبات ديالي انا عمر فم باش غادي نردهم ان شاء الله في الشوايه، نعمر نرجعهم يطيبوا. هنا دابا ان شاء الله بعد ما كندير نعناع كيف ما كتشاهدوا، وكندير سكر، واللي بغى اتاي مسوس راه غادي يشرب مسوس. المهم انا ما كنشربش المسوس الحمد لله والشكر لله، ما كنشربش الحلو بزاف وما كنشربش الناقص بزاف، سيرتو في اتاي قهوه ماشي مشكل عندي نشرب مسوس، ولكن اتاي اهو يا التسانو ما نقدرش عليه واخا نعرف نقطعو بمره. المهم هو هذا ان شاء الله نخليه يطلق داك السكر وانا غادي ندرجع فيه. صافي بلاتي نراجع دابا. بسم الله نرجع الكاس كيف ما كتشاهدوا بحال هكايا، نعاود نراجع باش تلق ديك الكشكوشه. فيض السيد عدي فيض، يعني اش غنقول لك انا مرزاق وقيله. هذه هي الطريقه ديال تعمر اتاي. على سبيل هذا تعمر اتاي، واحد السيد جا خطب عند شي ناس قال لهم طالب راغب في بنتكم الى كتب الله. الناس داولوا مع بعضياتهم تشاوروا قالوا غنحطوا للسيد الصينيه. ايوا حطوا لي الصينيه، عطاوه باش يعمر. النقطه ديال الاتاي ما طاحتش في الصينيه، قال لي باش ما كان نردو عليك الشوار. خرج السيد قال لي مادام داير الخير في الصينيه ما بقى يديروا في بنتنا، النقطه ديال اتاي ما طاحتش في الصينيه. ايوا عاود جا واحد السيد اخر خطب ليهم البنت، قالوا ليه مرحبا، عطاوه الصينيه، عمر اتاي، دار بحال العبدي، النص في الكاس والنص في الطبله. قال لي وهذا هو اللي غيدير الخير في بنتنا، على قبلاش يدو سخيه. ومرحبا بكم، وهذه هي حكايه الصينيه. شويه ديالتي هي هذه، هي كيف ما كتشاهدوا البراد ديال اتاي طالق تبارك الله وصل عندي، والمخمار اللي كيمشي مع المشاوي هو هذا. ومرحبا بكم في مطبخ اخوكم عزيز عبدي. مرحبا بك بنت خويتي، مرحبا بك بنت الحمري، مرحبا بيا حتى انا، تعالوا كلوا معايا. الله يا ودي الله مساكن. وهذه هي الاجواء كي قلت لكم، الدجاج راه طاب، اللحم راه سيطيب، الدجاج ها هو كيف ما كتشاهدوا حطيته باش يتسطر، وغنحمروا ان شاء الله تحت الفرينه. نشاركوا معكم حتى التفصيل ديال التقليه كيف ما كتشاهدوا. التقليه راني فات ملي شاركتها معكم في فيديو سابق، ومرحبا الف مرحبا بالجميع. ايوا هنا باكم العبدي، هو السيد غمر في نطيح في البصله كيف ما شفتوا راني درتها. ها هي يا نشربها مزيان، عاد نخوي عليها دوك القنيصات، وكنزيدها واحد الكميه من زيت الزيتون او زيت النباتي على حسب الموجود عندكم، ماشي مشكل باش تطلق ديك القطره وداك الادام ديالها يطلع وتجي معلكه من الدرجه الاولى. ومرحبا بكم الف مرحبا. الدجاج كمل في الطياب كيف ما كتشاهدوا، هذا بقى لي غير تحمر ان شاء الله العشيه وما ديال دابا راه حنا سنحمروا فيه تحت فرينات. وعلام الفرح هو هذا كيف ما كتشاهدوا، ماشي مقارض بالنسبه للمدون. بكري كنا كنديروا الزيت حياتي والشموم ديال النعناع وسنته خضراء وسنته حمراء. Thank you.
العريس عوموه ودخلوه بالصلاة والسلام والزغاريت، والله يسر ليه والله يكمل عليه بخير، وتبارك الله عماته وخالاته واقفين معاه، الله يكثر خيرهم. يتيم مسكين ميتالي الأم ديالو الله يرحمها ولي برحمة الله، ويغطس عظامها وعظامنا وجميع المسلمين في الجنة إن شاء الله، والله يجعل ربي يسهل عليه ويفاجئ عليه ويفرج عليه، والله يحفظ جميع المتتبعين الكرام الأوفياء. مرحبا بكم وألف مرحبا. هنا دابا الدغميره درت لها القنيصات بعد ما طاحت البصله كيف ما كتشاهدوا، العريس راه صاير كيحنيو ليه العادات والتقاليد ديال منطقتهم. هنا عندنا في عبده مثلا كل بلاصه وكاين اللي باقي شاد داك التراث القديم، بحال يوم الحنه وكيحنوا معاه مثلا العزاله. وبالنسبه لغدا كنقولوا حنا غدا صباح براز، عندهم واحد العاده كيديروا سميتو، كيديروا الطبق وفيه الدوايه ديال الكحل بالمرود ديالها والمعرض ديال الصاف والجبانيه ديال الحنه، كيكحلوا الدراري ويسوكوا مع العريس ويحطوا البياض في الطبق. هذه العادات ديال الناس بكري، وتحيه لجميع المدن المغربيه والتقاليد المغربيه، والله يثبت الغارس والله يكمل بخير، والله يجعل كل شيء مبارك مسعود للوليدات البنيات العائلات، هادشي اللي كنتمناو للجميع يا ربي. ومرحبا والف مرحبا عند خوكم عزيز العبدي. اللحم كيف ما كتشاهدوا ها هو طاب تبارك الله وصلى على النبي. شوفوا الشوكه ها انتم، هنا دابا باش غادي ناخذ المغرف وكنفقي هذا اللحم من الفوق باش ياخذ اللون ديالو، يا اما ديروا عليه العسل يا اما شويه السكر، المهم على حسب الاختيار ديالكم. هنا باش كنقولوا حنا اللحم محمر، الفائده في هذيك الرشه ديال السكر او العسل كتعطي واحد الكولور واحد التلميعه، يعني باش يبان اللحم محمر بهذا المفهوم. المغاربه راكم كلكم عارفين هذه القضيه ديال اللحم محمر، وهاد ثم ان شاء الله معنا حتى الاخير الفيديو. كي قلت لكم نتمنوا الفيديوهات ديالنا تنال الاعجاب ديالكم، وراه الدنيا هي هذه حالها، شي فرحان وشي قرحان، والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله. ومرحبا والف مرحبا بالجميع، كي قلت لكم الله يفرح كل واحد، والله يفاجئ المديوم، والله يفك الواحد على خير، اللي ما عندوش الله يفرحه، واللي ما عندوش الله يرزقه التيسير ويرزقه العوين ويرزقه يعني اي حاجه زوينه من عند الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله حتى نكمل الفيديو وانتم معنا حل الاخير. مرحبا بكم. هنا الحريره كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله ديال الفطور ديال غدا مع الصباح، العريس العادات والتقاليد ديال كل عرس. وواحد الاخت كانت قالت لي راه العادات والتقاليد في المغرب كامل ديال الحريره، هي اختي انا متفق معاك، راني خدمت الجميع تقريبا، الناس من الاغلبيه ماشي جميع ولكن الاغلبيه ديال الناس من كل البلاد كيديروا الحريره في الفطور ديال الصباح. المهم انا كندوي لكم على المنطقه ديالتي خصوصا، انا ما كنت يعني ما كنتكلمش على تحيه للمدن المغربيه كامله، انا كندوي لكم على يعني ما يخص منطقه عبده خصوصا. انا هو هذا الشيء علاش كنقول لكم مثلا العادات والتقاليد ديال منطقه عبده، ويا ريت كل واحد من اي منطقه يعرف بالتراث ديال بلادو بالعادات والتقاليد ديال بلادو، باش الناس المغاربه او غير المغاربه يعرفوا العادات والتقاليد ديال جميع انحاء المدن المغربيه، وتحيه لهم من هذا المنبر. فلهذا اليوم انا جيت نشارك معكم الاجواء ديال العرس ديالنا في منطقه عبده. الحريره كتكون وجبه اساسيه، يعني ماشي الحريره غنقول لكم كانت من قديم الزمان، لان كاينين بعض الحوايج مثلا هذه الفطور ديال الصباح ديال غدا براز. بالنسبه للفطور ديال اليوم يعني نهار العرس، العرس الاول ما كنديروش الحريره مع الصباح، كنديروا الشفنج وكنديروا بوفرتونه او بما يسمى المحمصه او بركوكش، الفطور العادات والتقاليد ديال المنطقه هو هذا الشيء اللي كاين. سميتو قطعني بات العريس بغى الغدا للدراري اللي كانوا كيتسخروا، دابا العشيه هذه ان شاء الله
عندي الخرقوم بلدي، عندي البزار، السكنجبير، الفلفله الحمراء، القزبر، المعدنوس، الكرافس، الحمص، العدس، والسمن، زيت العود، والعظيمات والحيمات ديال العرس هما هادو. والسمن كي قلنا لكم، ودابا مطيشه ان شاء الله راه سيرين كيغسلوا فيها العيلات باش غادي نسلقوها ونطحنوها ونصفيوها من ديك الزريعه وديك الجلوف بالماكينه اليدويه، كنطحنها بمولينكس ونصفها بالماكينه اليدويه. هي هذه مطيشه كيف ما كتشاهدوا دابا ان شاء الله كي قلت لكم باش غادي نسلقوها. والحريره انا غادي نرجعها تقله لان مطيشه راه غادي تسلق ماشي مشكل. ومرحبا والف مرحبا بالجميع. ايوا دابا حنا بدينا الحطان كيف ما كتشاهدوا، حنا كملنا عندنا 6 طوابل دابا باش غنمسحهم ان شاء الله. مرحبا بكم، كي قلت لكم عندنا 6 طوابل هما داو دابا 4 بقاو لينا 2، ومرحبا بكم وتابعونا ان شاء الله حتى الاخر. هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج هانتوما. والهريسه راه شنعت بها الوقت، كلشي ولا باغيها. ما اصلا في الدجاج المحمر او المضغمر راه بلا هريسه. ايوا ان شاء الله دابا غادي نحطوا اللحم. احنا وجدنا 6 طوابل، عندنا البرقوق كاين غير بالجلجلان، ها انتم هو منقي مصوب كيف ما كتشاهدوا، وتابعونا ان شاء الله. الحيمات هما هي سخان ناضين محمرين عاطين اللون، مرحبا بكم ان شاء الله معنا. تهلاو في الطلبة، تهلاو في الطلبة، تهلاو في الطلبة. اللحم دابا كيف ما كتشاهدوا احنا حطيناه قادي. هذاك بنت خويتي صلات عن النبي علينا وعليك والدينا وديك، الله يثبت الغرس، الله يكمل بخير، الله يجعل كل شيء بارك مسعود. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، ومرحبا بكم والف مرحبا. لا سير دي وليدي راه باقيين يلاه 6 الروتوش اللي رجع الدجاجه انتم كيف ما كتشاهدوا ما كاين عاديني معاك ومرحبا. وكيف ما شفتوا دابا كملنا ان شاء الله الحطان ديال الطلبه، بقى غير العيالات من هنا لواحد شويه يدخلوا. المهم نتمنوا الفيديو ينال اعجابكم يرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا بالجميع في قناه خوكم عزوز العبدي. الروتوش راكم شفتوه، الدجاج راه ما بقاش، 3 طيور كاين عاديني معاك. تبارك الله على بنت حمري، تبارك الله على بنت خويتي، والله ييسر الامور، الله يكمل بخير، والله يجعل كل شيء بارك مسعود. والعبدي راه مخيم عف دواور بارك، ما بغينا بريستيج، ما بغينا بروتوكول. مرحبا بكم والف مرحبا. المهم هنا كينتهي الفيديو ديالي، يعني ما غاديش نسجل معكم العيالات، نفس الماكله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مع فيديو جديد ان شاء الله.